بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ان شاء الله صوابع جلاش بطريقة سريعة جدا. الاول هنبدأ نعمل الشربات. عندنا في حلة كوباية سكر، وهنضيف عليها كوباية مية، وهنحط الحلة على نار متوسطة لحد ما السكر يدوب تماما والشربات يبدأ يغلي معانا. ولما الشربات يغلي معانا هنضيف عليه عصير موز ليمون، وهنسيبه على النار حوالي 5 دقايق لحد ما يتقل معانا. وعندنا لفة جلاش هنفردها زي ما هي كده، وعندنا سمنة سايحة، وهندهن كل ورقة جلاش كتير أو قليل على حسب ما احنا عايزين. بعد كده هنقفل الورقة بالشكل ده. ودهن سمنة تانية خفيفة وهنلفها. وبعد ما نلفها نمسحها من بره بالسمنة. حاجة مهمة بس نخلي بالنا منها واحنا بنقفل الجلاش، ان احنا واحنا بنلفه ما نخليهوش مكتوم، نخليه مهوي شوية بالشكل ده كده، يعني ما نسيبوش متطبق على بعضه قوي. وخلاص كده الجلاش جاهز معانا ورصيناه في الصينية، والصينية طبعا تكون مدهونة بالسمنة. وهنكون مسخنين الفرن كويس على درجة حرارة 200، وهنحط الصينية على الرف الأوسط. وخلاص كده الجلاش استوى معانا وبياخد معانا في الفرن حوالي 10 دقايق لحد ما يحمر من تحت بالشكل ده. بعد كده هنقطعه صوابع بالحجم اللي احنا عايزينه. وبعد ما نقطعها هنسيب الشربات، والشربات يكون سخن مش بارد. وهنقلبه شوية في الشربات لحد ما يتشرب، بعد كده هنصفيه من الشربات الزيادة. وطبعا المعروف ان الجلاش بيكون سخن وبيتحط له شربات بارد، انما جربوا الشربات السخن بيخلي الجلاش بنفس حالته حتى لو قعد يومين ثلاثة، وما بيخلوش يطرى ولا حاجة. بس المهم طبعا ان الشربات يكون تقيل مش خفيف، وده برضو بينطبق مع الكنافة والقطايف وكل حاجة. وبعد حوالي 2 أو 3 دقايق هنصفي الشربات الزيادة بالشكل ده، وكمان بينزل معاه السمنة الزايدة. وخلاص كده الجلاش جاهز معانا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. وبكده بتكون وصفة النهاردة انتهت، بتمنى انها تكون عجبتكم، واستنونا ان شاء الله في وصفات جديدة. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الوصفات الجديدة. وإلى اللقاء إن شاء الله في الوصفة اللي جاية.